تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع حديقة تلال الفسطاط ومشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص والمنطقة المحيطة بها، وشملت الجولة مناطق القصبة والحفائر والأسواق المتاخمة لساحة الجامع. وخلال الجولة صعد رئيس الوزراء لأعلى نقطة مشاهدة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها التي تندرج ضمن المخطط العام للمشروع، وتقع على مساحات شاسعة بجوار ساحة جامع عمرو بن العاص. وفي ختام جولته شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص والساحة الخاصة به.